أهلا وسهلا بكم مشاهدين في ثقافة، تأتيكم من قناة الجزائر الدولية. ضيفنا في عدد اليوم درس القانون لكنه اختار الريشة، شغف الطفولة وحلم يتحقق في مرحلة الشباب. بعيدا عن الإيقاع الكلاسيكي، يرسم الفنان أحمد المعاضيد أعمالا تنقل للآخر الهوية العربية وتحفظ رموزها وشخوصها. وعن خصوصية هذه الأعمال نفصل مع ضيفنا من قطر الفنان التشكيلي أحمد المعاضيد. أهلا وسهلا بك على شاشة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لكم على هالاستضافة الطيبة، نشكركم على دعمكم دائما. شكرا لك. إذن بداية، من دراسة القانون إلى ممارسة الفن التشكيلي، ما سر هذا التحول؟ هو مش تحول، هي موجود هذه مثل ما تقولين موهبة من الطفولة. أصغلت دائما فترة، طول الفترة هذه كنت أنا أصغل هذه الموهبة. طبعا لما يكون عندك الشغف والحماس في هذا المجال وتحاول أنك أنت تنقل هذا المجال من موهبة إلى حرفة وتحترف فيها، أفضل كثيرا بحيث أن أنت تحقق أحلامك من خلالها، وتقدر أنت تعطي لهذا العالم قد ما أنت تكون عندك يعني هذا الحماس كله. يعني هل دخولك لعالم الفن أحمد المعاضيد كان سهلا بالنسبة لك؟ هو أصبح الموضوع تدريجيا بحيث أن أنت تدخل على مراحل مختلفة من التجارب والتعلم والممارسة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن أنت كان يعني بالنسبة لي سهل لأنه كان تدريجي، يعني خطوة بخطوة لحد ما تم. يعني قدمت عديد من الأعمال، وكانت الأعمال بدايتها بسيطة لحد ما توصل أنت الشغلات المختلفة والكبيرة. على سبيل المثال، كانت أحد طموحاتي إنتاج فيلم كرتوني ومسلسل كرتوني، رسوماتي هذه تتحرك، لكن كانت بدايتها بسيطة لحد ما أصبح حرفة وأصبح يعني احترافي، وعرض على التلفزيون وعلى في سينمات، بالإضافة إلى كذلك اللوحات الفنية والمعارض. كانت بدايتها يعني على الكراسات، وأصبحت بعدها اللوحات، واللوحات كانت موجودة في البيت فقط، بعدها صار في استديو متخصص لي عملته، بعدها صارت أصبحت تعرض في المعارض وإقامة المعارض، وأصبح الناس يقتنون هذه اللوحات. المتأمل للوحاتك أحمد المعاضيد يلمس خصوصية وأيضا هوية عربية بكل تفاصيلها ومعانيها، ما هي رسالتك من خلال هذه الأعمال؟ بشخصيتي طبعا في عندي مثل ما تقولين اللي هي الشغف الهوية العربية بشكل عام، وفخر لهذه الهوية، بحيث أن أنت تقدر تستطيع أن ترجمها بلغات لغة مختلفة، وهي اللغة العالمية، لغة الفن. فمجرد ما أنت تنقل هذه الهوية وتترجمها بطريقة مختلفة للعالم، فتصبح سهلة على الجميع بحيث أن الناس تقدر تستوعبها، لأن هذه رسالة مهمة بحيث أن تفخر بهويتك العربية وتقدر تتنفذها في كذا طريقة. يعني تستغل الفن كونه وسيلة عالمية للتواصل وإرسال هذه الرسائل. طيب، كيف يمكن للفن التشكيلي أن يروج للهوية العربية الموجودة في المنطقة؟ الفن التشكيلي بشكل عام بطبيعته هو مروج، لأن أنت مثل ما تقولين هو سهل على الناس تستوعب وتفهم الفكرة من غير أن أحد يشرح الفكرة، من غير أن أحد يتكلم، حتى لو كان مثلا بشتى لغات العالم. فطريقة العرض مهمة جدا، وطريقة كذلك المبدع لما يقدم أعماله بطريقة سهلة بحيث كيف أن الناس تستوعب هذه الأعمال، فمن خلالها يتم الترويج لهذه الهوية من خلال هذه الأعمال الفنية بشكل عام. الخط العربي أيضا أحمد المعاضيد محفوظ في لوحاتك وأعمالك، ما أهمية تواجده في هذه اللوحات التي تزين معارض دولية؟ طبعا بالنسبة للخط، أنا مش خطاط، وخطي بعد بشكل عام مش مميز، لكن أحاول أن أرسم الخط
سواء كان خط الرقعة أو خط الديواني وغيره، لأنه هو بشكل عام من الهوية، من التراث، من الثقافة العربية بشكل عام. وهذا الخط يستخدم في تجميل الأعمال الفنية، بحيث أن أنت لما تنقل أعمالك الدولية للخارج يكون يصبح هذا تصبح الأعمال مميزة بعيدا عن الأعمال الكلاسيكية التقليدية العالمية. فالخط هو مثل بين خط، أو سواء كان النقش العربي كذلك العناصر العربية هي مهمة بحيث أن أنت تسردها في هذه الأعمال. وكذلك مثل ما تقولين هنا في قطر عندنا إحنا الهوية كثير نركز عليها، والتفاصيل الثقافة دائما أحاول أن أحطها في أعمالي. إذن أعمالك أيضا تغوص في المحلية، محلية جعلتك تصل للعالمية من خلال معارض أقيمت في لندن، في باريس، في أمريكا أيضا. ما الذي تريد أن تقوله للآخر من هذه الأعمال، خاصة أنها تحمل لمسة وهوية فلنقل عربية وأيضا خاصة خليجية وقطرية فيها؟ طبعا هي مثل ما تعرف الأعمال هي كلها أول شيء تمثل الثقافة العربية بشكل عام، وبالأخص الثقافة القطرية، وهذه أفتخر فيها بحيث أن أنت تقدر أنت في أنا في النهاية من وطن عربي، من بيئة عربية، من بيئة ثقافية لها تراثها ولها عاداتها وتقاليدها، وهذه الأشياء جميعها عناصر جميلة أفتخر فيها. فيجب علي أن أقدمها للعالم كله بشكل مختلف، بطبيعتي أنا، بثوبي، بهويتي اللي أفتخر فيها، بعيدا عن التقليد أو الأشياء الرائجة عندهم. لأن إحنا عرفنا العالم بشكل عام من فنونهم وأعمالهم وثقافتهم، لكن يجب علي أن أنا أعرفهم بعالمي ودائرتي بشكل عام، وخاصة أنه له خصوصية هذا الفن الذي تقدمه الفنان أحمد المعاضيد الذي شارك في عدة معارض دولية نذكر منها في باريس وأيضا لندن وأمريكا، كما يشتغل وله رواق فني في قطر يجمع فيها الفنانين العرب وخاصة القطريين المبتدئين الذين لا يجدون من يعرض أعمالهم. كيف كانت تجربة هذا الرواق أحمد؟ طبعا الخبره اللي صارت اصبحت عندي حاولت اني اقدمها وانقلها للجميع، وكذلك في كثير انا حاب ان اتعلم كذلك. لكن مثل ما تعرف اللي هو الرواق اللي تم عمله AM Gallery هو اللي يجمع الفنانين بشكل عام، اللي تكون مثل نقول صالون ثقافي وعرض اعمالهم بطريقه محترفه، بحيث انه يكون مكان بشكل احترافي لعرض اللوحات و اقتنائها من أصحاب من المقتنين، وتقديم ورش فنية واستديوهات للرسم وبيع هذه الأعمال. فيجب أن يكون هناك مكان متخصص في هذا الشيء وخلق هذه البيئة العامة. فهي تجربة جديدة بالنسبة لي بهذا الشكل، لأن مثل ما تقولين الناس لها أذواق مختلفة، فنقدم المجموعة الكبيرة ومختلفة من الأعمال الفنية ونرحب بالجميع في هذا. فمثل ما أنت شايفة شوي الحمد لله كانت الأمور طيبة وتجربة يعني في وسط يعني جديدة، خاصة أن أسلوبك مميز ومتفرد أحمد المعاضيد. طيب اللوحة التي يشاهدها الجمهور في دقيقة يغوص في تفاصيلها، لكن وراء هذه اللوحة عمل وبحث كثير وأفكار عدة، كيف تتعامل مع الفن؟ أتعامل معها بطريقة احترافية جدا، بحيث أن هي مش فقط مثل ما تعرف على أنه هو مزاج أو لازم أرسم كذا، لا هي مثل وسيلة مهمة بحيث أن أخذها بمحمل الجد وأقدم هذه الأعمال بطريقة يعني لها دراسة مختلفة. يعني في البداية يكون في مرحلة البحث والتغذية البصرية، ومن خلالها كتابة الرسالة ورسم مجموعة كبيرة من السكتشات،
وبالتالي أقوم تحديد وقت معين للرسم بحيث أن أنجز يعني الأعمال الفنية بشكل مميز يعني. طيب، هناك لوحة ربما تتمنى لو كانت لك من ناحية المضمون وأيضا الشكل، إذا كانت كذلك ما هي هذه اللوحة؟ طبعا انا كثير اكون عندي مثل تقولين اللي هي البساطه في الاعمال، احب ان اقدم البساطه في الاعمال. الحمد لله، لا يعني اللي كنت اتمنى انه يكون لي يعني عملت احسن من هذه الاعمال. واحاول دائما اثق في اعمالي واللي اقدمه، يجب على المبدع ان يثق في اعماله واللي يقدمها ويطور من هذه الاعمال. ف كثير يعني من الأعمال لا الحمد لله. وجود للوحة معينة لكن الكثير منها. طيب أحمد المعاضيد، أعمالك برزت في مناسبات قطرية كثيرة، نذكر منها ثقافية، رياضية وحتى وطنية وتربوية. ما الذي أضافته هذه المناسبات لمسيرتك الإبداعية، وما الذي قدمته أيضا لوحاتك من إضافات لهذه المناسبات؟ طبعا الاعمال هذه كلها تتمحور في الموضوع هذه المناسبات، بحيث ان انت تكون كذلك يعني مشارك مع المجتمع وبخلال هذه الاعمال، لانها توثق لحظات تاريخيه مهمه بالنسبه لك بشكل عام، وهي مثل ما تقول انت كتابه للتاريخ اذا كنت رسمت هذه اللحظات، فتبقى هذه اللوحة وتنتهي اللحظات، ولكن اللوحة تبقى بذاكرتها. وأغلب الأعمال هي في الوحدة الوطنية والحب وحب الوطن والوفاء لهذا الوطن، فكثير أعمال تقدم بهذه الطريقة. جميل جدا. إذا من أبرز أيضا لوحاتك التي لفتت الانتباه وأيضا أثارت ضجة في الخليج وفي المنطقة العربية ككل هي لوحة للأمير تميم بن حمد. هل كنت تتوقع لهذه اللوحة كل هذا النجاح، وهي المعروضة حاليا في المتحف الوطني لقطر؟ صحيح، أنا أفتخر وأتشرف أني أنا قدمت هذا العمل المميز واللي أصبح أيقونة وطنية في اللحمة الوطنية في قطر، وأصبحت لوحة عالمية ومشهورة في كل مكان، وهذه كان لها بعد الله الفضل أصبحت يعني مثل معروف بهذه اللوحة. شرف كبير أن أنت تقدم أيقونة مثل هذه الأيقونة وهذه الرسمة وتعرض في المتحف الوطني وتكون جزء من التاريخ، فكانت هي لوحة تعبر عن لمسة عن الوفاء والحب للوطن والأمير قائدنا، لأن نحن في قطر عايش لله الحمد، لدينا الحكومة الرشيدة قدمت الكثير لهذا الوطن، ونحن يعني يجب علينا أن نقدم نساهم ونقدم الأكثر يعني، لأن هذا وطننا وهذا يعني ليش عشان. وهي لوحة جالت وصالت في كل الأماكن. أحمد المعاضي، طيب كيف ترى واقع الفن التشكيلي وأنت الذي تمارسه بشغف في المنطقة العربية، كيف ترى واقعه عربيا وفي منطقة الخليج بشكل خاص جدا؟ الفن بشكل عام التشكيلي متواجد من زمن طويل جدا والكل يمارسه، وله مجموعة كبيرة من الناس اللي يعني تفهم هذه الأعمال وتقدر هذه الأعمال. في الوطن العربي بشكل عام كثير، مثل تقولين المتاحف موجودة والمعارض موجودة والفنانين موجودين في كل مكان، سواء كان في قطر أو الخليج أو الدول العربية. طيب أحمد، هناك سوق لهذا الفن عربيا برأيك؟ سوق ضئيل شوية في هذا المنطلق، لأن مثل ما أنت عارفة شوي هي مش شيء، الناس مش شايفة شيء أساسي بحيث أن فهم فكرة اللوحة بشكل عام، أو لماذا أنا أقتني لوحة أصلية، لماذا أنا أقتني لوحة لها رسمت من رسام معين. في شوي الناس مش فاهمة هذه التفكير، بحيث أنا لما أشتري لوحة ولا أقتني لوحة أعرف أن من خلالها رسالة، من خلالها قصة، من خلالها شغف، وفيها مثل فيها مثل ما تقولين لمسة ومن روح الشخص نفسه، بحيث أنه قدم وقت في إقامة هذا الشيء،
فيقدر هذا الشيء طبعا، لكن في مجموعة كبيرة مثلا ما عندها الوعي في هذا المنطلق. فالسوق موجود في العالم كله من خلال من لهذا الشيء، ونشاهد حاليا في الوقت الحاضر كثير من الناس أصبحت واعية في هذا المجال، فأصبح في سوق لهذه الأعمال. طيب، المتصفح أيضا على منصات التواصل سيجد لك صورا مع نجوم ومشاهير وأيضا مع سياسيين، كيف تتعامل مع هذه المنصات خاصة أنها تلعب دور كبير في الترويج لأعمال المبدعين والفنانين؟ ضروري جدا، بحيث أن أنت أنا مثل ما قلت لك في البداية أن أنا عامل الفن والرسم باحتراف، يجب علي أن أقوم كذلك بالترويج له، والناس تعرف كيف تعمل تصنع هذه الأعمال، كيف إيش الأعمال الجديدة، الناس تقدر تتعود عينها على اللوحات الفنية، تشوف خطك وطريقة أعمالك، وضروري جدا بحيث أن هي سبب مهم في نشر الأعمال الفنية وتوسع لنا. حاليا احنا كل حاجة المعارض كلها أصبحت افتراضية، فأنت لما تتعرف على الشغلات تتعرف عليها دائما عن بعد، فيجب عليك أن تكون موجود. فالحمد لله أصبحت يعني موجود خلال هذه الشبكات التواصل الاجتماعي، وأقدم الأعمال بشكل عام بشكل احترافي. طيب، في الأخيرة، هل هناك جديد ومشاريع تحضر لها مستقبلا؟ طبعا الحمد لله في مشاريع مختلفة، والآن قريبا راح يتم يعني الإعلان عن المشروع القادم قريبا. هو عمل فني مختلف جديد له أبعاد مختلفة وجميلة جدا. في أي بلد سنراه؟ في قطر حاليا، وإن شاء الله في شغلات ثانية قادمة، وأنا دائما أحط يعني أفاجئ الجمهور الكريم في خلال منصات التواصل الاجتماعي بالأعمال اللي أقدمها يعني، فترقبوا إن شاء الله. طيب، في انتظار منصات التواصل للفنان التشكيلي أحمد المعضيد، شكرا جزيلا لك على هذه الدردشة الخفيفة وبالتوفيق لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. كما أشكركم أنتم متابعينا على كرم المشاهدة.